بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على الباي بلاينج. دي المحتويات بتاعتنا النهاردة. هنتكلم على الباي بلاينج بشكل عام، انواعه، الانفليشنز بتاعته والميثودز بتاعتهم، وهنتكلم في الاخر على الاستابيليتي بتاعت الاجزاء اللي بتبقى في البوتوم والكوروجن بروتكشن. اول حاجة هنقولها ايه باي بلاين. الباي بلاين هو بيبقى مواسير بتتحط بشكل افقي على قاع البحر او قريب منه تحته، يعني بيبقى بيتحفر لها وبتتحط تحت قاع البحر بشويه، وعاده بتستخدم في نقل الهيدروكربونز ومنتجاتها زي سواء اويل او غاز او منتج الميكس اللي بينهم اثناء الحفر. طيب بنقسم البايبلاينز ازاي؟ ليهم مسميات مختلفه على حسب وظيفه كل واحد فيهم وبينقل ايه منين لفين. فمعانا فلو لاينز، جاذر لاينز، ترانك لاينز، واكسبورت لاينز. الصورة اللي قدامنا فيها offshore structure أو أكتر من offshore structure والخطوط اللي واصلة مختلفة ما بينهم. فأول نوع بنسميه flow line، ودي عادة بتبقى حجمها صغير وممكن تبقى مجموعة، ودي اللي بتوصل من البير لحد الأوفشور بلاتفورم بتاعي أو السبسي مانيفول، ودول هنشوفهم على الشاشة موجودة تحت شمال. تاني نوع بنسميه gather lines أو خطوط التجميع، أو ساعات بنسميه infield flow lines، ودي حجمها متفاوت، ممكن تبقى صغيرة وممكن تبقى كبيرة، ودي بتوصل بين البلاتفورمز المختلفة، وبرضه ممكن بتبقى مجموعة علشان توصل الأويل والجاز والكوندنسيت. في كمان عندنا لو عندي أكتر من بلاتفورم مع بعض متوصلين، ساعتها باللي بسمي الخط الواصل ما بينهم trunk lines، ودي عادة بتبقى مقاسها كبير وبتنقل المنتجات بين البلاتفورمز المختلفة. اما الخطوط اللي بتنقل لبره لمسافات بعيده، دي اللي او خطوط النقل بنسميها export pipelines او transportation pipelines، ودي بتنقل من السبسي مانيفولد او من الانشور فاسيليتي، دي بتروح برده بتبقى مقاسها مختلف من مقاس صغير لمقاس كبير. طيب البايبس بقى انواعها، البايبس ممكن تبقى ريجيد وممكن تبقى فليكسيبل وممكن تبقى كويلد، يعني ممكن تبقى متماسكه او صلبه وممكن تبقى مرنه وممكن تبقى ملفوفه. طب البايبلاين سيستم بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى تجمع او انتجريشن من مجموعه من الفلو لاينز مع المجموعه من المعدات الانسترومنتيشن والفاونديشنز اللي بتتركب عليها، مجموعه من الكوتينجز ومجموعه من الانكرز المعدات اللي معاها. طب البايبلاين كومبوننتس كمان بتبقى ايه؟ بتبقى اي ايتم احنا بنحطه في البايبلاين سيستم، بما فيهم اي فلانجات، اي كونكشنز، تي بينز، فالفز، كل ده بيدخل معايا في البايبلاين كومبوننت. الرايزر هو بايب برضو، ولكن بايب بتنقل من السبسي والهيد تمبلت، بتنقل من السبسي تمبلت اللي تحت الميه او من البايبلاينز عموما، ودي بتروح للاكويبمنت اللي بتبقى عاده على الاوفشور ستراكشر او على بوي موجوده فوق. دلوقتي نبدا هنتكلم على البايبلاين روتينج. روتينج او توجيه البايبلاين، الروت اللي هو مسار بتاع البايبلاين، ان المسار ده بيبقى فيه تغيرات، ما بيبقاش خط واحد من الاول للاخر ستريت لاين، لان في اعتبارات هنتكلم عليها دلوقتي ان هي بتخليه يتغير. والهدف من التغييرات اللي انا بعملها على شكل مسار البايبلاين ان انا ببقى عايزه احافظ على السيفتي سواء للبابليك او للاشخاص او للانفايرومنت، او اني اقلل من احتماليه يحصل دامج او كسر في البايبس او الفاسيليتيز بتاعتي. طب ايه الفاكتورز اللي باخدها في الاعتبار واللي بتخليني ممكن اغير من مسار البايبلاين؟ فاكتورز كتير، شايفين قدامنا امثله منها: شيب ترافيك، مسارات حركه السفن، لاني طبعا مش عايزه ان السفن دي اثناء حركتها او اثناء وقوفها بانكرز انها تعمل دامج في البايبلاين سيستم بتاعي. الفيشنج اكتيفيتي، عمليات الصيد في المنطقه شكلها بيبقى عامل ازاي وفي انهي مناطق. الاوفشور انستاليشنز، الاوفشور نفسه البلاتفورمز بتاعته. الاكزيستنج بايبلاينز والكيبلز، لو في اوريدي خط بايبلاين قديم وانا جاي اركب خط بايبلاين جديد وعلى الكابلات الموجوده. لو في حاله انستابل سي بيد، معناها ان قاع البحر نفسه بيهبط او فيه عملية هبوط او عملية تغيير فيه بشكل طبيعي نتيجة البيئة، ابقى عامل حسابي عليها. سبسيدنس او برضو الهبوط في قاع البحر، بس هنا نتيجة ان عدم التثبيت او ان التثبيت ما كانش كافي. uneven seabed، ان قاع البحر ما يكونش مستوي بشكل يساعدني امشي عليه. الـ turbulent flow،
ان نوع الفلو في المنطقه، السيزميك اكتيفيتي في المنطقه، الاوبستراكشنز المعوقات لو فيها اي معوقات في المنطقه ما تسمحش ان المسار يكون ستريت، دامبنج ارياز فور ويست ان لو المنطقه فيها مكان بيتحدث فيه اي مخلفات من جهات تانية، المايننج اكتيفيتيز عمليات التعدين تحت سطح الميه، لو في ميليتري اكتيفيتيز كمان عمليات مسلحه تبع القوات المسلحه، archaeological sites لو في مواقع اثريه تبع لعلماء الاثار، والاكسبوجر تو انفايرمنت دامج لو في اي حاجات بيئيه ليها علاقه بالحيوانات البحريه والاحياء البحريه ممكن هيحصل لها دامج نتيجه الشغل، ساعتها بضطر برضو ان انا اعمل شيفت وتغيير في المسار. بعد ما اخدت في الاعتبار العوامل المختلفة وجهزت المسار بتاع البايب لاينز بتاعي، هبتدي اعمل تجهيز لقاع البحر السي بيد بريبريشن. ده بيتضمن ايه؟ بيتضمن اني اعمل ازالة للأوبستكلز العواقب او العقبات اللي ممكن تبقى تشكل مشاكل تمنع التركيبات او تشكل potential hazards اخطار مستقبلية واردة تتعارض مع المعدات اللي انا هركبها والعمليات اللي هتجرى في المنطقة دي. تاني حاجة اني بحاول امنع اي احمال اضافية هتيجي على المعدات او على البايبلاين سيستم نتيجة اي حاجة ليها علاقة بالبيئة والتربة لو مش ثابتة او فيها مشاكل او فيها ميول مش مساعدة. تالت حاجة بجهز البايبلاين والكيبل كروسينجز المناطق اللي البايبلاين هتتقاطع فيها والتركيبات بتاعتها مع الكابلات. اخر حاجة ان لو في اي مناطق فيها فراغات او فيها هبوط بملاها، لو في اي مناطق فيها عالية ممكن تعمل لي مشاكل تعمل الفري سبانز انها تأثر على ارتفاع البايب لاين وهو متركب ترفعه ما يبقاش متركب سليم، كل الكلام ده بيتعمل له تظبيط قبل ما اركب. طيب هركب البايب لاين ازاي؟ البايب لاين انستليشنز في طرق كتير لتركيب البايب لاينز ولكن اشهرهم هي البايب لاي فيسل او الريل شيب او التو اور بول ميثود، دول اشهر ثلاث طرق للتركيب. وحاليا التكنولوجي تسمح ان انا ممكن اركب لحد اعماق 10,000 فيت يعني حوالي زي 3,000 متر وشوية، وكمان في طريقة بنسميها laying and bearing اللي هو ان انا احطها وادفنها، بحط البايبلاينز وبتدفن بجزئيا في قاع البحر، دي اقصى عمق توصل له كان 7,000 فيت. زي ما قلنا في ثلاث انواع للبايبلاين انستليشنز، البايب لاي والريل والتو اور بول ميثودز، فاو كل واحده منهم هنتكلم الاول عليها بشكل مختصر وبعدين هنناقش الطريقه بشكل مفصل بعد كده. فاول طريقه معانا البايب لاي فيسل، بتكون وحده كبيره الحجم وبتكون بتعمل وظيفتين، اولا بتلحم الاطوال بتاعه البايبس مع بعضها بشكل متتالي وتنزلهم على قاع البحر يتركبوا. التنزيل بيتم عن طريق جهاز بيبقى اسمه ستينجر، وده الهدف الاساسي منه انه كمان بيمينيمايز البندنج ستريسز على البايب. جوه اليونت كمان بيبقى كل بايب لوحدها لما بتتلحم مع التانية عشان يعملوا زي شريط متصل يبقى قابل بعد كده للتركيب على والتحكم فيها على قاع البحر. لما بنكون بنشتغل في مية متوسطة العمق ساعتها البايب لايدي فيسل بتتركب بتتقف عن طريق الانكرز تبقى انكر مورد، لو بتشتغل في ديب ووتر ساعتها يبقى هتستخدم الديناميك بوزيشننج. وكمان شوية لما هنرجع للتفاصيل هنشرح كل من الطريقتين الاس لاي فيسل والجي لاي فيسل، ودول الاتنين بيقدروا يشتغلوا مع سواء ريجيد او فليكسيبل لاينز. تاني نوع بايب لاينج باي ريل شيب، ريل يعني بكرة، فاللي بيحصل هنا ان البايب بتكون على شكل عادة يا اما كويل او فليكسيبل او كيبلز، والسفينة دي بتستخدم لتركيبات اي واحد من الثلاث انواع دول. ان البايبس بتاعتي او الكويلز بتتلف على البكرة على الانشور على البعيد عن الموقع، بتيجي جاهزة ان هي ملفوفة على الريل ده عن طريق مركب مخصصة او يونت مخصصة للوظيفة دي. وبعد كده لما دي عملية اللي بنسميها ريلينج بروسيس اللي هو عملية ان هو يتحول على شكل بكرة، ان البايبس تتركب على الشكل
البكره، وبعدين تروح وقت الانستليشن اليونت بقى الريل شيب بتاعتي، ترجع تفك البكره وتفرد تاني عن طريق سبيشال ستريتنينج رامب، تفرد تاني البايبس عشان تكون جاهزه للتركيب. وعادة بتبقى المقاس بتاعها ممكن يوصل لحد 16 انش في الديامتر. تالت طريقة معانا هي طريقة انستليشن باي تو اور بول، عن التركيب بيتم عن طريق القطر او الشد. ان في الحالة دي البايب لاين بيتركب اون شور، بيتعمل منه سيكشنز طويلة بتبقى طولها اكبر من الانواع التانية، وانها بتتركب على الشاطئ وتتسحب. وعادة ممكن الطريقة دي بتبقى مفيدة ان لو عندي مجموعة من البايب لاينز مع بعض، وتتسحب عن طريق تاج او بول بارج، انه يشدهم من الشاطئ يوصلهم لحد الموقع اللي هيتركبوا فيه. الطريقة دي مفيدة وكويسة لو عندي مسافات قريبة او عندي مجموعة من اللاينز هتتركب سوا. دلوقتي هنبتدي نتكلم على اول نوع من البايب لاي فيسلز، وهو الاس لاي. زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا، عندي اليونت الاساسية واللي ممكن تكون شيب او بارج او سيمي سبميرسيبل، وعليها جهازين اساسيين اللي احنا واحد بنسميه التنشنرز اللي هو بيحافظ على بيمسك البايبس وهي نازلة، والستينجر اللي بيتحكم في الزاوية بتاعتها ويتحكم في الكورفيتشر بتاعها. والكورفيتشر ده او التنشن اللي بيتحدد ده بيتحدد بناء على عوامل كتير. العوامل دي من ضمنها عمق الميه الووتر ديبث، الجزء المغمور وزنه قد ايه من البايب لاين، الكورفيتشر المسموح بيه يتنى قد ايه، والديبارشر انجل اللي هيطلع بيها هتكون كام، ومسموح ان الكورفيتشر يكون في اقصى جزء له قد ايه. جهاز الستينجر بيبقى عادة بيبقى اكتر من جزء مش في مكان واحد، علشان يقدر يتحكم كويس في الريديوس والكيرفيتشر التقوس المطلوب قد ايه. وعلى اليونت نفسها بيبقى في الهوريزونتال رامب او النير هوريزونتال رامب، انه بيبقى شبه افقي. ده بيبقى الجهاز اللي بيبقى شامل جواه حاجات زي التنشنرز وزي الويلدنج ستيشن اللي بتلحم الجزء الجديد او الجوينت الجديد قبل ما يتحرك. عملية التنزيل او البايب لاينج ممكن تتم من السنتر وممكن تتم من الجنب من السايد، على حسب المكان اللي متركب فيه الرامب على الديك. وبيكون في الستينجر فيه رولرز كتير عشان يشيله من الحمل بتاع البايب لاين وهو بيتحرك قبل ما ينزل في المية. اما بالنسبة للتنشنرز فهدف الاساسي منها زي ما قلنا انها بتحكم في الكيرفيتشر بتاع الجزء المتني من البايب الساج بند، والمومنت اللي بيبقى مؤثر على الطرف النهاية لجهاز الستينجر ويقلل احتمالية ان يحصل باكلينج. زي ما قلنا عملية البايب لاينج بتتم من على فيسل او يونت بحرية. في دلوقتي نتيجة الاجواء الصعبة في اماكن بعض الاماكن في العالم زي بحر الشمال، ان ما بيقاش في تفضيل لانها تبقى بارج عادي او شيب شيب عادي، بقى التفضيل لاستخدام السيمي سبميرسيبل. احنا عارفين السيمي سبميرسيبل شكلها مربع، وبالتالي ان هي بتبقى استجابتها في الاجواء ان تغيير اتجاه الويند والويف والكرنت مش هيفرق معاها كتير نتيجة انها سيمتريك. ولكن لو عندي كونفنشنال شيب شيب هال، لا بيبقى فيه مشكلة في التعامل معاه مع تغيير اتجاهات الانفايرومنت. وبالتالي بقى بيظهر معايا دلوقتي ان يبقى عندي بايب لاينج سيمي سبميرسيبلز. طيب عملية البايب لاينج خطواتها بتتم ازاي؟ اول خطوة ان باستخدام الاوناش اللي على اليونت بيترتب ويتستف ويتخزن الوحدات البايبس اللي عادة كل طول واحدة فيهم 12 متر. بعد كده بتتحط على كونفيرز ويبتدي يتشطف الحرف بتاعها ويتعمل لحام ويلحم كل اتنين في بعض. الوصلات الملحومة دي تبتدي تتحرك هي كمان وعلى المسارات، وتبتدي تعدي على التنشنرز وتعدي على أجهزة اكس راي عشان تتأكد من سلامة اللحام. بعد كده بيتركب عليها بتحط طبقة انتي كوروزيف كوتينج علشان تحميها من الكوروجن، وبعد كده بيتحط طبقة كونكريت كوتينج كمان على الجوينز. الجوينز بعد كده في الاخر بيتعمل لها رابينج بتتلف بشيت ميتال.
وبعد كده بيتم انزال البايب لاينز، ويتم اليونت بتتحرك وتبتدي البايب لاينز تنزل تاخد وضعها، وبعد كده بيتم التأكد من سلامة التركيبات باستخدام الدايفرز او ROV. المشكلة الوحيدة او الاساسية في استخدام البايب لاي فيسلز هي التكلفة، لانها بتتطلب اشخاص كتير، عمال كتير، بتتطلب تو انكر هاندلنج فيسلز يكونوا معاها، وبيبقى في كمان سبلاي فيسل، والسبلاي فيسل كمان اللي بتحتاجها عشان تنقل البايب لاينز زي ما احنا شايفين المعدات المختلفة ظاهرة قدامنا في الصورة اللي على الشاشة. وممكن كمان، بس هي ممكن الطريقة دي نستخدمها كمان مع الريجيد بايب لاينز اللي الديامترز بتاعتها بتتراوح من 6 ل 60 بوصة، واوكيجنلي ممكن تبقى نوصل لمقاس لحد 72 بوصة. تاني طريقة معانا من طرق البايب لاينج وهي الجي لاي. من ناحية البروسيجر هي نفس الطرق ونفس الخطوات اللي بيعملها الاس لاي. الفرق هنا هو في زاوية نزول البايبس. لو شفنا في الرسمة هنلاقي ان عندنا الجزء اللي فوق اللي اسمه هنج رامب، ده بيبقى في زاوية شبه رأسية، بينزل منه البايبس، وعشان كده لانه بينزل في وضع شبه رأسي فغير صالح للاستخدام في الاعماق القليلة، وعشان كده الطريقة دي مناسبة للاعماق الفيري ديب، ان في الحالة دي البايب بتنزل في شكل شبه رأسي، الزاوية شبه رأسية، ما عندناش الانحناء اللي كان بيحصل عند جزء الانزال، ده مش موجود. من ناحية تانية نتيجة ان الانزال بيبقى شبه رأسي فبيبقى اقرب للمكان اللي بالظبط عايز اعمل الانزال فيه، وبالتالي هنا بينزل لازم اليونت تبقى واقفة تقريبا بالظبط على المسار اللي هو عايز يعمل الانزال عليه. وبسبب ان الاعماق بتبقى هنا كبيرة ففي اللحظة دي، في الحالة دي بيكون الساكريفايز انودز بتبقى متركبة قبل كده على الجوينتس او الاماكن اللي انا عايزاها قبل الانزال. دلوقتي هنتكلم على النوع الثاني وهو الريل لاي، وقلنا ان ريل يعني بكرة، فهنا البايبس بتبقى ملفوفة على بكرة الريجز بتاعها كبير على اليونت اللي هتقوم بالعملية زي ما احنا شايفين في الصورة. عملية الريل اوف او الفك من على البكرة بتتم في الموقع اللي هيتم التنزيل فيه، وبتكون تحت تنشن، وبتتضمن وحدة بايب ستريتنينج عشان تفرد البايب، عشان وبتعمل حاجة بنسميها ريفرس بيندنج، ان هي بتتني في الاتجاه العكسي عشان تفرده. وعملية الستريتنينج دي لازم نتأكد انها وصلت لدرجة الاستقامة المطلوبة. بعد ما بيتم عملية الفرد وبعد المرور من الستريتنر والتنشنر بعديهم بيتركب الانودز. الريلي فيسل بتقوم بالعملية للخط كله، هي بتبدأ النهاية بتاعت الجزء اللي بينزل في القاع، وبتبقى بتعمل على سرعة ثابتة للكونستانت وينش، كونستانت تنشن وينش، انه يفرد الخط كله. الديامترز اللي بتستخدم في النوع ده من عمليات اللينج بتبقى الديامترز بتاعتها نسبيا مش كبيرة عشان بتتراوح من 2 بوصة ل16 بوصة، وده بسبب ان عملية اللف على الريل لو اطوال او ديامترز اكتر من كده ممكن تعمل بلاستيك ديفورميشن، ودي هتعمل مشكلة، والاقطار الكبيرة مش عملية. كمان الدرام او حجم الريل على بعضه بيديني ليميتيشن، وبيخلي ان الطول الاجمالي للبايبس اللي هتستخدم يكون مش كتير، عادة من 3 ل 15 كيلومتر على حسب السايز للبايب، فعشان كده بيبقى انسب ان احنا نعمل الكلام ده للكيبلز، ان احنا نعمل الكيبل لاينج عن طريق الريل شيبس، وساعتها ده بتبقى الكيبلز المستخدمة للكوميونيكيشن او الباور. النوع اللي بعد كده هنسميه تو انستليشن، وهنا بيتم التركيب او النقل عن طريق الجر. في الحالة دي البايبس بتتنقل من اللوكيشن الاول للوكيشن اللي هيتم فيه التركيب عن طريق الجر. الجر ده ممكن يبقى عن طريق على سطح المية او على عمق محدد تحت سطح المية او على سطح القاع البحر نفسه، وهنتناقش في كل الانواع دي بالتفصيل. عملية النقل عن طريق السحب في بعض العوامل لازم ناخدها في الحساب، زي ان اول حاجة وزن الجزء المغمور لازم يتعمل حسابه عشان نقدر نتحكم فيه اثناء عملية السحب.
تاني حاجة ان بيبقى بنستخدم بالاست تشينز علشان اقدر ارفع البايبس واقدر اتحكم في كمية البوينسي، وممكن حتى نوصل ان احنا يبقى عندنا بوزيتيف بوينسي لو استخدمنا فلوتس تتفك بعد كده. كمان لازم البايبس تفضل في حالة تنشن، وعشان نعمل ده بنستخدم عادة 2 توز، واحد في امامي وواحد خلفي، عشان واحد يعمل شد وواحد يعمل دراج عشان نمنع الباكلينج. والطريقة دي بتستخدم في الأطوال القصيرة نسبيا، إن هي بتبقى في أقل من 4 كيلو، على ما يكون وساعتها من الصعب أو من المكلف جدا إن أنا أستخدمها باستخدام البايبلاي فيسل. في 4 طرق للتو ميثودز أو طرق السحب: البوتوم، نير بوتوم، بيلو سيرفيس، وسيرفيس. أول طريقة، طريقة البوتوم أو قاع البحر، إن بيتم الجر على القاع نفسه، وده بيكون مفيد في الأماكن الساحلية، وفي الحالة دي قوة الاحتكاك بتقلل الأطوال اللي أنا ممكن أسحبها بالطريقة دي. وفي الطريقة دي لما بنيجي نرفع البايبس بتبقى بنسمح بدخول إنها تبقى فلادد، دخول المية عشان الاستابيليتي. طريقة نير بوتوم، في الطريقة دي بيتم إن بنعمل إن خط الأنابيب نفسه اللي بيتسحب بيكون عنده slightly positive points، إنه شوية عنده شوية قوة رفع بترفعه عن قاع البحر، وبيبقى مربوط فيها سلاسل. السلاسل دي بتديني نيجاتيف بوينسي اوفرول، وبالتالي هنا اثناء عمليه الجر اللي بيتجر ويلمس قاع البحر بيكون السلاسل مش البايبس نفسها. طريقه بيلو سيرفيس، الطريقه دي يعني هي نفس الفكره ولكن معكوسه، ان انا بخلي البايبس قريبه شويه من سطح الميه في حدود 5 متر تقريبا، وان انا بعلق فيها عوامات سبارز على شكل سبارز ان هي تبقى طافيه فوق، وبحافظ ان توتال ان يبقى نيجاتيف بوينسي ولكن مش بكتير. ولما يجي وقت التركيب بركب اوزان او بفك السبار بويز المتركبه فيها عشان اسمح بالتدريج ان البايب تنزل على القاع تحت، ولو لسه في متبقي سبارز متعلقه فيها ببعت دايفر او ROV يجيبها. اما طريقه ذا سيرفيس تو ميثود، الطريقه دي بتعتمد ان انا بركب فلوتس عوامات بتدي بوزيتيف بوينسي اوفرول، يبقى الاجمالي ليها مع البايبس ان بيبقى بوزيتيف بوينسي بيرفعها على سطح الميه، وبعد كده لما احتاج انزلها بقطعهم. من مشاكل الطريقه دي ان بيحصل عمليه بنسميها سنيكينج، ان الويف اكشنز بتحرك البايبس، بيحصل كوتينج للدامج، بيحصل فيلير للفلوت اللي انا ركبتها دي، ممكن للفتيج، ممكن يحصل كمان باكلينج معانا، ويحصل شارب بيندينج لما اجي افكهم او لو حاجة منهم اتفكت وضاعت. دلوقتي هنتكلم على جزء جديد وهو جزء البايب لاين تاي ان. تاي ان مقصود به الربط، ان انا جبت مجموعة من البايبس ركبتها على قاع البحر، عايزه دلوقتي اربطها بالسيستم اللي اوريدي موجود، عايزه اظبطها بالفلو لاينز او البايب لاينز او الرايزرز اللي اوريدي موجوده من قبل كده. فعاده المفروض لو في حاله مثاليه ان كل بايب تتركب لها تاي ان في الاول وتاي ان في الاخر وبس، ولكن ساعات لما تكون الاطوال مش ملائمه ومش كفايه ساعات بركب تاي انز اكتر. طرق البايب لاين تاي انز: سبون بيس، لاترال بول، جي تيوب، connect and lay away و stack on. من طرق التاي ان او بايبلاين تاي ان هي طريقه السبول بيس. الطريقه دي منتشره وبيحصل فيها ان الدايفرز بينزلوا ياخدوا قياسات الفرق بالظبط ما بين البايب الاولانيه والبايب الثانيه عشان السبول بيس تتعمل بالظبط انها تربط ما بينهم في النص، وانها تراعي لو في اي ميس الاينمنتس في التركيبات واي تعديل في المقاس. وبعدين بينزل السبول بيس تتركب عليهم، وساعات بيبقى الكونكشن دي عن طريق فلانجات فلانجز او عن طريق دراي ويلدنج. عملية الدراي ويلدنج عشان تتعمل بنحتاج ان احنا بننزل اكويبمنت بنسميه هايبربيريك تشامبر او هابيتات، دي بتنزل في المية وبتتحط بالظبط فوق اللاين، وبعدين بيتضغط جاز علشان يطرد المية بره، ويبقى المنطقة اللي هيتبي فيها اللحام تكون في جاز اتموسفير، وبعدين يتم اللحام فيها. كمان ممكن لو هنعمل في الطاي ان الغرض منه ان انا هعمل اكستنشن بلو لاين،
اكسبانشن جديد بسميها اكسبانشن تاي ان سبول بيس. في طريقه التاي ان الثانيه اللي بنسميها لاترال بول، ان البايب لاين او الفلو لاين بيتركب الاول وفي اتجاه الاستراكشر، ولكن ما بيكونش بالظبط مظبوط عليه، فبيتم جره عن طريق واير او مجموعه من الوايرز لحد ما يتم استعداله عشان يبقى في البوزيشن المطلوب بالظبط. والطريقه دي بتحتاج تدخل كبير من الدايفرز نفسهم. اما بالنسبه لطريقه جي تيوب بول ان، من اسمها بول ان ان الفلو لاين البايب لاين بتاعته هتخش جوه رايزر او انبوبه تانية اللي احنا بنسميها الجي تيوب. هتخش فيها ازاي؟ ان الفلو لاين الاساسي بربطه في واير، وبعدين اسحب الواير بحيث انه يخلي البايب دي او الفلو لاين تدخل جوه الرايزر جي تيوب. ومن مزايا الطريقة دي ان هي بتمنع او بتقلل ان انا اعمل الطايقين تحت المية، فبيتعمل فوق وبيتعمل عادة اقرب في نقطة قريبة من الاستراكشر الاساسي. لكن من عيوب الطريقة دي ان انا بحتاج استخدم الجي تيوب مقاسها يكون اكبر من الفلو لاين، وبالتالي بتبقى ليميتد للاحجام الصغيرة من الديامتر بتاع اللاين الاساسي عشان ينفع يدخل جوه الجي تيوب. طريقة connect and lay away هي شبيهة بطريقة الجي تيوب بول ان، الفرق الوحيد ان دي بتتعمل تحت المية، وبالتالي لو في اعماق كبيرة ما بستخدمش غطاسين، بتبقى عن طريق ميكانيكال كونكتنج سيستم، وبتستخدم في السبسي مانيفولز وويل هيد. اما بالنسبة لطريقة ستاك اون، فهي طريقة بتعتمد على الشغل في المساحات عمق المية القليل تحت 40 متر، وبتبقى ببساطة ان اليونت بتقف قريب من الاستراكشر اللي هيتم التركيب عنده، وبتقوم برفع الفلو لاين من المية تلحم فوق سطح المية مع الرايزر الجديد، وبعدين ترجع تنزله تاني تحت سطح المية. اما بالنسبة لموضوع تاني هو trenching and burying، اللي هو الحفر الترينشنج اللي هي بالعربي ممكن بتبقى خندق او حفر المجال اللي هتنزل فيه البايب لاين، وبارينج اللي هو الدفن، وبيبقى فيه فيسلز مخصوصة للمهام دي. وان كان الترند الجديد ان انا ممكن استخدم دايفنج سبورت فيسل تقوم بالمهمة دي. في ثلاث انواع اساسية لطرق الترينشنج اند بارينج، اول نوع بنسميه جيت سلد، وتاني نوع بلوينج، وتالت نوع ميكانيكال كاتر. اول طريقة معانا هي طريقة جات سلاد، وهي من الطرق التقليدية عشان نعمل. اما بالنسبة لطريقة البلوينج، بلوينج بالعربي معناه المحراث او الحرث، ان هو بيتعمل بكونسبت شبيه شوية، ان بيبقى فيه عندي ميتل اللي بنسميها شير اللي هي زي سن المحراث العادي بتاع الزراعة، وان الشير ده او الجزء ده بيتم سحبه وبيعدي وبيفضي مكان بيعمل عملية الحفر، وفي نفس الوقت البايب لاينز بتبقى موجودة فوقه فبتنزل تستقر في مكانها اللي تم حفره. وعملية الشد دي بتتم عادة عن طريق سيرفيس فيسل. بعد كده الجزء الخلفي بياخد السبويل اللي طلعت اللي هي التربة اللي اتشالت، ويقوم مستخدمها تاني يردم بيها الفلو لاين. ساعات بنحتاج نعمل روك دامبينج، وهنتكلم عن الدامبينج وانواعه كمان شوية. ودي العملية الوحيدة او السيستم الوحيد اللي بيقدر يحفر ويدفن في نفس الوقت. من مساوئها ان هي اقصى مسافة تحفرها 1.5 متر، والحاجة التانية ان هي ممكن تعمل دامج في الفلو لاينز، وبتحتاج اشراف من غطاسين متمكنين. وده شكل توضيحي للعملية البلوينج او الحرف، وان انا شايفة البايب ومتحدد الخط الدوتت بتاع الترنش اللي المفروض البايب دي تنزل فيه، وعندنا الجزء اللي الامامي اللي بيتم السحب منه، وتحت ده مقطع مقطوع لشكل الحفر وشكل الكروس سكشن للبايب من الجنب. اما الطريقه الثالثه طريقه من الميكانيكال كاتر، وهنا بيبقى فيه ماشين هي على قاع البحر اللي بتحفر الترنش للبايب لاينز، ولكن التحكم بالكامل والباور بيكون عن طريق سيرفيس فيسل موجوده فوق. والطريقه دي عاده بتستخدم لما يكون البايبس بتاعتي فليكسيبل لاينز وسمول دايامتر. بعد عمليه الحفر والتركيب بنحتاج نعمل عمليه الدامبنج او عمليه الدفن، ان هي بدفن الماسوره عن طريق ان انا برمي فوقها
جريفل او روك دامبينج اللي هو حصى او صخور صغيره، وان انا بتحكم بحيث اني ارمي الصخور دي فوق البايب لاينز وحواليها وفي المنطقه اللي فيها السبسي ستراكشر بتاعي. اثناء عمليه رمي الروك او الروك دامبينج لازم اتاكد ان ده ما عملش دامج في البايب لاين بتاعي، وبعد الاكتمال بنعمل سيرفي تاني عشان نتاكد انه مطابق للمواصفات. طرق الروك دامبينج الاساسيه ثلاثه، اول واحده سايز دامبينج، فول بايب دامبينج، وبوتوم دامبينج. النوع اللي معانا دلوقتي شايفينه في الصوره سايد دامبينج. في الحاله دي اليونت اللي معايا بتبقى حاطه الستونز بتاعتها على الديك، على فلات ديك شيب، وبتظبط المكان اللي هي عايزه تقف فيه، وبعدين تزق الروكس دي تنزل من الجنب عن طريق هيدروليك رامبس عشان تتخلص منها وتنزل في المكان اللي هي عايزاه. دي طريقه كويسه لما اكون عايزه احط كميات كبيره من الروكس على مساحات او اطوال صغيره، لكن مش لو هحذف على فلو لاينز عادي مش مناسب. تاني طريقه دامبنج هي فول بايب دامبنج. في الحاله دي بيبقى فيه تيوب، وان الجريفل او الروكس اللي هتنزل فيها تنزل في التيوب دي، وبيبقى عندي ار او في مونيتورز تتحكم وتشوف اللوكيشن بتاعه وهي نازله. دي طريقه مناسبه للتعامل مع الفلو لاينز او البايب لاينز عشان تبقى اللوكيشن بتاع الانزال محدد واكيوريت، وان هي بتقلل ان انا اهدر كميات كبيره وانا بشتغل. اما بالنسبه للبوتوم دروبنج في منه طريقتين. الطريقه الاولى ان بيبقى عندي فتحات بورتس في القاع بتاع الهولد اللي فيه جريفل تفتح فيه. الطريقه الثانيه ان انا يبقى عندي سبليت بارج بيوقع الروكس كلها مره واحده. الطريقتين مناسبين لما اكون بحذف كميات كبيره من الروكس ومش يهمني الاكيوريسي بتاعتها قوي، والطريقه دي غير مناسبه لو انا هنزل روكس على فلو لاين. دلوقتي هنتكلم على تو سيستمز للبايبس مختلفين شويه، نوع اسمه بايب ان بايب ونوع اسمه باندل سيستم. بايب ان بايب بيبقى عندي تو بايبس جوه بعض ليهم نفس المركز الهندسي. البايب الداخليه بتشيل البرودكشن فلويد وبتكون عندها عجل، اما البايب الخارجيه فدي اللي بتتيح الميكانيكال بروتكشن ليهم، وما بنحتاجش في الحاله دي نعمل كونكريت ويت كوتنج نتيجة ان هي اوريدي البايبس دي بتتركب على اعماق عالية جدا، بيبقى فيها لو كارنت سبيدز وبيبقى عندها وزن مغمور كافي، فمش محتاجين الكونكريت كوتنج. اما بالنسبة للبندل سيستم، بندل يعني زي مجموعة، فاللي بيحصل هنا ان انا بيبقى عندي كارير بايب اللي هي بتبقى الكبيرة اللي بره، وان انا ببقى عايزة كمان اعمل هيتنج علشان امنع ان يحصل درجة الحرارة للبرودكت تنزل وما يحصلش واكس فورميشن جواها، فببقى عايزه الهيتنج يحصل وعايزاه يبقى مستمر على طول البايب لاين. ففي الحاله دي زي ما احنا شايفين الكارير بايب جواها طبقه انسوليشن، جواها اللي احنا بنسميها سليف بايب، ودي بيبقى جواها اللاينز للبرودكت لاينز للامبليكال لكل الكاريرز والهيت اب لاينز جواها، وكلهم بيبقوا مع بعض وبيتم وضعهم كيونت واحده وبيكون ليها سفيشنت بوينتسي عشان تبقى مستقره. طيب بعد ما بيتم تركيب البايبس على قاع البحر ازاي نضمن حمايتها؟ والحمايه هنا في جزئين، جزء الاستابيليتي وجزء الكروجن بروتكشن. بالنسبه للحمايه بنوفر كذا حاجه، اول حاجه بيتعمل ويت كوتنج اللي قلنا عليه من شويه ان على ريجيد بايب لاينز علشان يدي تقل في الاتجاهات الافقيه والهوريزونتال والفيرتيكال علشان يمنع الحركه بتاعتها ويديها نيجاتيف بوينتس. حاجة تانية بتستخدم بنسميها flexible mattress اللي هي mattress يعني زي مرتبة. flexible mattress دي هنشوفها في الصورة كمان شوية بتتحط فوق البايب لاين عشان كمان تديله protection و stability. ده شكل ال protection mattress او flexible mattress. زي ما احنا شايفين فيه في الصورة مرسومة في وضعين، الوضع اللي معمول بالخط ال straight line ده الوضع بتاعها وقت التركيب، ان تحتها بيبقى عندي البايب ومعمول عليها الكونكريت كوت وفوقيها بتتحط الماتريس دي. مع الوقت بعد التركيب بتبتدي تاخد الوضع التاني اللي مرسوم بدوتت لاينز، ان هي بتبتدي تنغمس وتنزل اكتر جوه السيد بيت، وبالتالي تبقى الحماية متأكدة على البايب.
أما بالنسبة للحماية من الكروجن، بتتعمل الحماية من بجزئين، جزء من الداخل وجزء من الخارج. بالنسبة لحماية البايب من الكروجن من الخارج، بيتم دهانها بمواد أنتي كروجن كوتينج، دي بتبقى عادة إيبوكسي أو بيتيوماستيك ماتيريالز، وبيتعمل لها كمان كاثوديك بروتكشن. ده بالنسبة للحماية من الخارج. أما بالنسبة للحماية من الداخل، فدي بتتم عن طريق إن أنا بختار المادة المناسبة للماتيريال أصلاً، المناسبة للحاجة اللي أنا بنقلها، وإن أنا بعمل برضو internal coating، وبعمل injection للكوروجن inhibitor جوه البايب نفسها.